قضاء المتن كغيره من الأغذية غطاه الأبيض، وخصوصا بعد ليلة عاصفة خيل للجميع أن العاصفة أليكسا هبت مرتين. جولة الجديد في يوم أليكسا الخامس بدأت من بكفية التي غطى الثلج فيها تمثال الشيخ بيال الجميل، ومنه توجهنا إلى دهور الشوير. هنا كان مشهد الأشجار التي كللها الثلج ساحر للعين. نحن عادي هلا المشهد عندنا، نحن معودين على المتر متر ونص ثلج. هلا مشي هلا شو بتبقى شي 20 سم؟ هلا شي 20 سم، 20 سم يعني تسدي للوليد اللي بسموها. مش لإلكم؟ لا مش لإلنا. وصعودا نحو بلدة بولونيا ترى القديس مرمتر قد تلحف أيضا بنعمة السماء، لننتقل بعدها إلى الزعرور حيث استوقفنا مشهد هذين الشابين قرب هذه الاستراحة. بس يقولوا في عاصفة بنسبقها. والله ننطرها. ايه خبروا انه عاصفه يابا 3-4 امتار وما بعرف شو. هون مثل ما انك شايفه هلا هون بلا في ثلج، في احلى منهم. شو انت عندك هون الاستراحه؟ عم يجوا بلش يجوا العالم ولا؟ ايه بلشوا. لا عم يجوا بيعملوا حوادث كتير. كيف كانت امبارح واليوم؟ امبارح كتير كتير كان عواصف وريح، ريح بدون ثلج. يعني كتير كنت قويه. خفت على شو؟ لا ما خفت على شيء، بس خفت من الهواء ما يشبق انزل للقعده. بس شو بالترويقه بعد؟ تفضلوا لهم هيك بالغدا بالترويقه بالعشاء. شو عاملين هدول؟ شو بيدو قوارمه؟ ايه هذا بدي ياخذ الحوي. مرحبا كيفكم؟ شو طالعين لهون تتروقوا بالثلجات؟ مضبوط. لا بس هالترويقه ما بتتروقوا ببيروت ولا انا غلطانه؟ لا ما فينا نتروق ببيروت، ما نطلع لهون نتروق. شو هولي؟ هيدا بيض بقوارمة، هيدا حمص بلحمة، هيدا لبنة، وهيدا زيتون، وهيدا خبز مرقوق، وهيدا فول. طيب وهيدا المنظر شو قد شو بيسوى؟ ايه بيسوى مليون دولار. بالزعرور قرروا الشباب مش يطلعوا على السكي لانه ما فيهم يعملوا رياضه ثانيه وهي السيارات، بده يقدروا يخرقوا الجبال. رح نطلع مع جوني ونشوف كيف بتصير هيدي الرياضه. هلا انت عم جرب تطلع على الجبل؟ اكيد نطلع على الجبل نحن. جوني طب شو اللذة بالموضوع يعني؟ هي هيدي الشغله هوايه يعني بيدمه للواحد من هو صغير ليكبر، يعني هو انه بيطلع جيب بيطلع بيصير بده يطلع الثاني، بصير في اصعب طالعه واقوى طالعه واخف طالعه وحسب الجبات. ايه نحن طلعنا هلا تقريبا اقوى طالعه. هكذا قرر هؤلاء الشباب ان يفتتحوا موسم الشتاء في اعالي المتن، وخصوصا ان الاماكن المخصصه للتزلج ما زالت مقفله. ولكن ومع انحسار العاصفة ستكشف شمس كانون ما سترته أليكسا. من أعالي قضاء المتن، رشا الكرم، قناة الجديد.